المطلوب منا الآن أن نجمع ونبسط الجذر التربيعي لاثنان إكس تربيع زائد أربعة ضرب الجذر التربيعي لثمانية زائد ثلاثة ضرب الجذر التربيعي لاثنان إكس تربيع زائد الجذر التربيعي لثمانية. إذن سنقوم بقليل من عمليات الجمع، كذلك يمكننا أن نبسط أولا ثم نجمع، أو يمكننا أن نجمع أولا ثم نبسط، لكن يبدو أنه يمكننا أن نقوم بعملية الجمع، لذا دعونا نقوم بذلك. هنا لدينا جذر تربيعي لاثنان إكس تربيع، ولدي هنا ثلاث جذور تربيعية لاثنان إكس تربيع. حسنا، إذا كان لدي عنصر من شيء ما هنا ولدي ثلاث عناصر من الشيء نفسه وأريد أن أجمعهم، فيمكنني أن أضع معامل هنا ولأوضح هذا. لدي هنا عنصر واحد وهنا لدي ثلاث عناصر، وكل ما أريده هو أن أجمعهم مع بعضهم، بالتالي سأحصل على أربع عناصر، أي يصبح لدي أربعة ضرب الجذر التربيعي لإثنان إكس تربيع، وهذا مزعج قليلا. تخيل أن الجذر التربيعي لإثنان إكس تربيع عبارة عن متغيرات، سنقول أن هذا كله A وهذا أيضا A لأنه نفس الشيء، إذن سيكون لدينا A واحدة زائد 3A، فيكون الناتج 4A. في هذه الحالة A عبارة عن كل هذا، ومن ثم علينا أن نفكر بما يعني أن لدينا أربع جذور تربيعية لA، ولدينا أيضا جذر تربيعي آخر لA بنفس فكرة أن لدينا أربع عناصر من هذه سأقوم بتحديدها، لدي عنصر آخر من هذه التي قمت بتحديدها باللون الأرجواني وهو المعامل، إذن لدي أربع عناصر زائد عنصر آخر فيكون المجموع خمسة عناصر، إذن زائد خمسة ضرب الجذر التربيعي لثمانية، إذن الآن لنرى إذا كان بإمكاننا تبسيطها. لدينا أربع عناصر بالإضافة إلى خمس عناصر أخرى، فلا يمكن أن نجمع هذان العنصران، وإنما يمكننا أن نبسط العبارة قليلا. نحن نعرف أن الجذر التربيعي لإثنان إكس تربيع يساوي، دعوني أكتب الأربعة في خارج العبارة، إذن لدينا أربعة والجذر التربيعي لإثنان إكس تربيع يساوي الجذر التربيعي لإثنان ضرب الجذر التربيعي لإكس تربيع. سأعيد كتابة هذا الجزء هنا. ثم لدينا زائد خمسة ضرب الجذر التربيعي لثمانية، يمكن أن تكتبه كناتج لمربع كامل ومربع غير كامل، فثمانية يمكن أن تكتب أربعة ضرب اثنان لنكتبها بهذه الطريقة، إذن تصبح الجذر التربيعي لأربعة ضرب اثنان، ويمكن أن نعيد كتابة العبارة كالتالي: زائد خمسة ضرب الجذر التربيعي لأربعة ضرب الجذر التربيعي لاثنان. ما يمكن أن نبسط هنا. حسنا، نعلم أن جذر إكس تربيع عبارة عن جذر التربيع الموجب لإكس تربيع، لكنها ليست مجرد إكس، إذا كنت تعتقد أنها كذلك، ذلك لأننا نعلم أن الجذر التربيعي لموجب، وعلينا أن نقول بأنها القيمة المطلقة لإكس، لأنه ماذا لو كانت قيمة إكس سالبة؟ فإذا كانت سالبة، لنفترض أن لدينا ناقص 3، بالتالي سيكون لدينا ناقص 3 تربيع، ونحصل على الناتج موجب 9. إذن الجذر التربيعي لموجب 9 سيكون موجب 3. إذن ما لدينا ليس مجرد إكس، بل أيضا ليست قيمة سالبة أي ناقص 3، بل 3. إذن علينا أن نأخذ القيمة المطلقة، والعدد الآخر الذي يعتبر مربعا كاملا هو الأربعة، وجذره التربيعي هو 2، إذن جذره التربيعي يساوي 2. والآن لدينا، إذا قمنا بتغيير الترتيب ونقوم بعملية الضرب، لدينا أربعة ضرب القيمة المطلقة لإكس ضرب الجذر التربيعي لإثنان، أريد كتابته هكذا باللون الأصفر نفسه، ضرب الجذر التربيعي لإثنان زائد خمسة ضرب إثنان أي عشرة، وهذا كله يمكن تبسيطه إلى إثنان، إذن لدينا زائد عشرة الجذر التربيعي لإثنان. الآن يمكن القول أننا قد أنجزنا جميع عمليات الجمع والتبسيط.
أو يمكن القيام بالمزيد من عمليات الجمع بناء على كيف تريد اعتبارها، لأن لدينا هنا 4 ضرب القيمة المطلقة لـ x الجذر التربيعي لـ 2، ولدينا هنا 10 ضرب الجذر التربيعي لـ 2، أي أن لدينا 4 عناصر من القيمة المطلقة x و10 عناصر من الشيء نفسه. إذن يمكننا أن نجمعهم، أو يمكنك أن تفكر بطريقة أخرى، فيمكن أن تأخذ الجذر التربيعي لـ 2 كعامل مشترك، فتحصل على 4 ضرب القيمة المطلقة لـ x زائد 10 الكل ضرب الجذر التربيعي لـ 2، ذلك بناء على الصورة المبسطة التي لديك، أي واحدة منهما تعتبر صحيحة.